بكم إلى التفاصيل. ستنظر محكمة الجنايات بالعاصمة في 28 جانفي المقبل في قضية 12 إرهابيا مشتبها فيهم، من بينهم شقيقي ونجل الإرهابي عبد الحميد أبو زيد المتابعين منذ سنة 2010 بجنايات الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن. كان وراء اعتداءات الإرهابية في الجنوب الجزائري، ويوجد من بين المتهمين ثلاثة أفراد آخرين من عائلة أبو زيد غدير، وهم من أبناء عمومته الذين كانوا يزودون الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها أبو زيد البارة في مختار بالمختار الناشطة في منطقة الصحراء الكبرى الشرقية الجزائرية بالمؤونة والبنزين والمعلومات لتسهيل الاعتداءات التي استهدفت سياحا أجانب وممتلكات تابعة للدولة. علم إذا تلفزيون النهار من مرصد موثوق أن مصالح الدرك الوطني ببلدية زريزر بطلف تعكف على تحقيق معمق حول الظروف التي اختفى فيها أربعة شبان تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة ينحدرون من بلدية زريزر بالطارف. اختفوا منذ الأربعاء الماضي، وحسب بعض الترجيحات من الممكن أن يلتحق هؤلاء الشبان بأحدى التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تقاتل في سوريا على خلفية الاتصالات المشبوهة بينهم مع إحدى هذه التنظيمات. كما تتابع مصالح الأمنية بولاية الطارف تنظيما خفيا يعمل على تجنيد الشبان لا سيما البطال في صفوف الجماعات الإسلامية المسلحة. أوقفت قوات الأمن نهاية الأسبوع الماضي ثلاثة أشخاص بمنطقة جنات بشبهة الانتماء لتنظيم حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة الإسلامية التي يقودها عبد السلام طرمون. وقالت مصادر إعلامية إن الموقوفين الثلاثة محل شبهة إمداد مجموعات إرهابية بمعلومات عن الطرق الصحراوية من مدينة سبها بليبيا إلى مدينة الخليل بمالي. وحذرت المجموعة المسلحة للانطلاق من البوابة الحدودية تينلكوم بدائرة جنات مرورا بمنطقة إمجزي في مالي. كشفت مصادر موثوقة لجريدة النهار أن المتهم عبد المومن خليفة يعمل داخل المؤسسة العقبية لإعادة التربية والتأهيل بالحراش كباقي المسجونين، ولا يزال لحد الساعة ينتظر زيارات من أقاربه أو محامي الدفاع عنه في مجموع القضايا المتورط فيها. وأضاف ذات المصدر أن عبد المومن خليفة لم يستفد إلى يومنا هذا سوى من زيارة واحدة، لتظل الطلبات الخاصة بالزيارة المودعة لدى النيابة العامة وأغلبها من محامين وأقارب المتهم لم يتم الفصل فيها بعد. وتقول ذات المصادر أن رفيق خليفة يمتنع عن الأكل في الكثير من الأوقات، كما أنه كثير العزلة من خلال رفضه الخروج إلى ساحة المؤسسة العقابية وقت الراحة والاختلاط بالمساجين. أكد في سياق آخر وزير الشؤون الدينية والأوقاف به عبد الله غلام الله أنه لن يتم فتح أي مسجد إلا بعد أن ينجز معه مسكن أو مسكنين. وقال الوزير في ندوة صحفية عقب اختتام أشغال ملتقى وطني حول دور التصوف والزوايا في الاستقرار الاجتماعي بدار الثقافة لغليزان أنه أصدر قرارا بأنه لا يتم فتح المسجد إلا بتوفر المسكن لتجنب تغيب الإمام. وأضاف أن المساجد التي أنجزت في السابق وليس لها مساكن نسعى للحصول لها على مساكن حسب الإمكانيات حسب تعبيره. أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن العراق يعطي أهمية خاصة لعلاقاته مع الجزائر، مشددا على ضرورة تعزيزات العلاقات الثنائية على كل المستويات. وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه عقب لقائه وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة تضمن أن العراق يعطي أهمية خاصة لعلاقته مع الجزائر، وشدد المالكي على ضرورة التنسيق بين البلدين لتشجيع الاعتدال وتوسيع دائرة الدول الداعمة لهذا الاتجاه خصوصا في الإطار العربي. وتعد قضية المساجين الجزائريين العشر المعتقلين في العراق منذ 2003
أبرز الملفات العالقة التي يتوقع أن يتم بحثها من قبل وزير الخارجية الجزائري مع الجانب العراقي. وكان وزير الخارجية رمضان العمامرة وصل في وقت سابق إلى العاصمة بغداد في أول زيارة لمسؤول جزائري منذ العام 2003. في رسالة سياسية تحمل أكثر من دلالة، أكد الوزير الأول عبد الملك سلال أن الجزائر ذاهبة إلى الإمام أو إلى الأمام، ويقودها قائد ولن يوقفنا إلا الموت على حد تعبيره. سلال انتقد ما أسماه بالحملة الممنهجة والغير مبررة التي تطاله في الآونة الأخيرة. أحمد حفصي رصد التصريح التالي. نكف من كلمة الحسد، من كلمة اللي تكسر مجتمع. لابد واحد يكون يمشي بعيد على اليأس، يفتح قلبه، ما يدوم والو، ما يدوم غير الصح وسبحان الله. هذا وش يدوم يحب حب اللي ما حبش، هذه الحقيقة تاع الدنيا تاع اليوم. نتكلم لكم من قلبي، ما عنديش سياسة معكم، وثيقوا في بعضنا. يضلوا من حين الآخر يدخلوا فينا صحة كي تدخل فيها على الخدمة، مرحبا وسهلا، مي كي ترمي برك وطيش برك وطارش برك هذاك، وراح توصل. وكي وعد الإيمان قوي حاجة ما توخرنا، والله 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 حاجة ما توخرنا، لأن الإيمان قوي. احنا ماشيين، انا راجل يقود فينا، ماشيين للامام حتى نلقاو الموت تحبسنا. ولكن ما دام واحد في المسؤوليه يتحملها كليه. وفي ملف الرئاسيات 2014 ثمن الوزير الاول ما اسماه بالانجازات المحققه في عهد الرئيس بوتفليقه، حيث أكد أن الجزائر مقبلة على استحقاقات هامة في إشارة لرئاسيات 2014، أين دعا جميع الحساسيات إلى التحلي بروح المسؤولية من أجل إجراء رئاسيات أفريل القادم في هدوء. نتمنى إن شاء الله أن عن قريب نتوجه لاستحقاق الرئاسي بهدوء بإيمان وبإطمئنان، والله ولي التوفيق. انعقد أمس بالعاصمة المجلس الوطني للنقابة في دورة استثنائية بحضور ممثلين عن 45 ولاية، وبعد تقييم نتائج اللقاءات مع الوزارة خلص الاجتماع إلى افتكاك العديد من المطالب المتمثلة في رفع التجميد عن الإضراب المعلق نتيجة ما أسموه استخفاف الوزارة بمطالبهم وتنكرها للوعود التي قطعتها في محاضر سابقة، والمحافظة على مناصب الأستاذ الرئيسي والمكون كمناصب ترقية وعدم تحويلها إلى مناصب توظيف، وتحويل المناصب النوعية أستاذ منسق إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة، وكذا عقد جلسة عمل تضم الثلاثي نقابتنا ووزارة التربية الوطنية والوظيفة العمومية على حد تعبيره لإيجاد حلول حقيقية، فضلا عن إدماج الأساتذة المهندسين والأساتذة خريجي المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين من التعليم المتوسط والابتدائي إلى الثانوي. تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تسلسل اضطرابات جوية سوف تخص أغلب المناطق الشمالية للوطن، وهذا ابتداء من يوم الاثنين. هذا ما أكدته السيدة هوارية بن رقط المكلفة بالإعلام في الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشراتنا السابقة. بداية شهر جانفي تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تسلسل اضطرابات جوية قد تخص المدن الشمالية للوطن وتكون مختلفة النشاط. إذا بداية من أواخر نهار الاثنين يكون هناك قدوم اضطراب جوي سوف يخص المدن الغربية، ثم يوم الثلاثاء يخص المناطق الوسطى والشرقية للوطن، قد يكون مرفوقا ببعض الأمطار وتراجع أيضا محسوس لدرجات الحرارة القصوى، حيث لن تتعدى 14 درجة مئوية، وهذا يومي الاثنين والأربعاء أيضا.
فيما يخص الرياح، هذا الاضطراب الجوي عندما يدخل على المناطق الغربية للوطن والمدن الساحلية راح يكون مرفوق برياح نوعا ما تكون قوية، تكون من غربية إلى شمالية غربية، وتتوقع مصالح الأثار الجوية أن هذه الرياح وفي أواخر نهار الاثنين قد تصل سرعتها 70 كيلومتر في الساعة على المدن الساحلية الغربية، وفي سهرة يوم الاثنين إلى يوم الثلاثاء قد تصل هذه الرياح القوية نوعا ما إلى المدن الساحلية الوسطى للوطن. فيما يخص عودة الاستقرار وكذلك التحسن التدريجي للطقس سوف يكون بداية من يوم الأربعاء، إذا ثلاثاء أربعاء حتى إلى يوم الخميس أجواء تبقى نوعا ما غير مستقرة، باردة أيضا من حين لآخر بعض الأمطار وبعض الزخات من الأمطار، وإن شاء الله التحسن يكون إن شاء الله يوم الخميس على أغلب المدن الشمالية للوطن. لقيت عجوز تبلغ من العمر 72 سنة وحفيدتها البالغة من العمر 26 سنة مصرعهما بعد اختناقهما بالغاز، وهذا بحي الإخوة ساكر القديم بولاية سكيكدا. وحسب المعلومات التي تحصل عليها تلفزيون النهار فإن أحد الجيران كان قد أخبر عناصر الحماية المدنية عن تسرب كميات من الغاز المنبعث من المنزل لتنتقل عناصر الحماية المدنية رفقة مصالح الأمن لمعاينة المكان بحضور وكيل الجمهورية والطبيب الشرعي لتحديد ملابسات الحادثة قبل أن يتم نقل جثة الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدا، فيما تم فتح تحقيق أمني في القضية. يتجدد كابوس الاختناقات بالغاز مع كل فصل شتاء بالرغم من الحملات التحسيسية التي تقوم بها وحدات الحماية المدنية ليحصد العديد من الأرواح. تفاصيل أكثر في هذا الموضوع في تقرير سمية سماش وليلي داود. الفترة الأخيرة عرفنا عدد معتبر من التدخلات اللي تمس بالاختناقات بالغاز، إذ في الفترة الممتدة ما بين 4 إلى غاية 5 من الشهر الحالي سجلنا 13 يعني تدخل أدوا إلى وفاة شخص وإنقاذ 13 شخص من موت حقيقي. تبقى أيضا الحيط والحذر مطلوبة عند استعمال المدفأات، خاصة لابد من أخذ من الاعتبار واستحداث التهوئة لتبقى هي أفضل وقاية من اختناق بالغاز. لا يزال شبح التسمم بالغاز يهدد الأفراد والعائلات داخل المنازل بالرغم من العديد من الحملات التحسيسية التي تقوم بها وحدات الحماية المدنية للحد من ضحايا الاختناق بغاز التدفئة، إلا أن عدد الوفيات يكون معظمه سبب افتقار الأماكن لنظام التهوئة. في إطار الوقاية من الحوادث المنزلية لا سيما الاختناق بالغاز والتسممات التي يتعرض لها الأشخاص، قامت مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر بعدة حملات تحسيسية في هذا المجال عادت بالإيجاب، بحيث سجلنا انخفاض ملموس في هذا الميدان خلال سنة 2013. نطلب من المواطنين الحيطة والحذر خلال استعمالهم للأجهزة التي تكون مربوطة بالغاز، وكذا فتح النوافذ، وكذا أيضا وجود شهادة المطابقة للأجهزة خاصة التي ليس لها مدفأة مربوطة بالهواء الخارجي. الموت واحد والأسباب متعددة تختلف بين غياب التهوئة والاستعمال الخاطئ، لتبقى الحيطة والحذر من واجب المواطن. في ذات السياق، كشف رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية إبراهيم غوري لتلفزيون النهار أن شبح الاختناقات بالغاز أو الموت الصامت تراجع بشكل كبير على مستوى الجزائر العاصمة مقارنة بالأعوام السابقة، والسبب حسبه هو حملات التحسيس التي تقوم بها الحماية المدنية حسب ما صرح به رئيس مصلحة الوقاية المدني أو الوقاية بمديرية الحماية المدنية إبراهيم غوري. تفاصيل أكثر في ميكروفون سمية سماش وليليا داود ثانية. في الجزائر العاصمة لاحظنا في السنوات الأخيرة الإحصائيات يعني تدل أن هناك انخفاض متواصل بالنسبة للاختناقات بالغاز. هذا ربما يرجع إلى الحملات التحسيسية اللي قامت بها سواء الحماية المدنية أو المصالح الأخرى تاع الدولة، وهي المراقبة خاصة قبل النوم، حنفية غلق الغاز، تهوئة المنزل، يعني ترك دوما نوافذ مفتوحة، وأيضا المراقبة الدورية للقنوات من طرف تقني مؤهل ومعتمد.
وأرجع ذات المتحدث السبب الرئيسي في الاختناقات إلى مشكل عدم تهوية المنازل، وكذا ظاهرة الغش التي طالت المدافئ والمسخنات المائية. الاختناقات بالغاز مسؤولية الأشخاص الكبار اللي عندهم ربما مسؤولية أكثر من الناس اللي ما عندهمش وعي، وهما الأطفال اللي ما عندهمش دراية بالغاز أحادي مونوكسيد الكربون اللي هو سيو. أهم الأسباب الرئيسية اللي تؤدي إلى اختناق الناس بغاز أحادي مونوكسيد الكربون تتعلق بتدهور الأجهزة، تدفئة، أجهزة التدفئة، منها سخان الماء، منها المدفأات. مع اقتراب كل موسم شتاء تغزو العديد من الأسواق والمحلات مدافئ ومسخنات مائية تخلو من كل المعايير الأمنية ليبقى المستهلك مخيرا بين سلامته من الاختناق أم الربح في المال دون الجودة. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في تقرير سمية سماش وليليا داود. تغزو الأسواق والمحلات التجارية مدافئ مغشوشة أصبحت تشكل خطراً على سلامة الزبائن الذين يقبلون عليها نظراً لتدني سعرها في ظل غياب ثقافة الاستهلاك، مما أدى إلى زيادة عدد المصابين باختناقات وارتفاع معدل الوفيات. كان يستخدم ملحة، أنت تقول له ملحة، هاي الملحة دير طون والخيصة دير طون، وما يحوسوا حاجة رخيصة، وما بتزيد يدي السلعة يديها اللي قال بلومبي، بلومبي عيان. ويعد أحادي أكسيد الكربون من بين أسباب الاختناق أو ما يسمى الموت الصامت من خلال استنشاق غازات سامة منبعثة من أجهزة التدفئة التي لا تحتوي على تحصين أمني ضد تسربات الغاز. كاين المدفئات اللي ما عندهمش ليفاكياسيون، ما عندهمش لا شوميني هذيك ليكستيريور، دونك لي غاز بريلي هذوك المونوكسيد دو كربون يقعد كاع في الدار ويسبب خطر تاع الاختناق. كاين بزاف من الناس ماتوا به، وهذه كاع من عند اللامبالاه. الناس الانصراف تاعهم ما يجيبوش انسان اخصائي يحطوا برك، هو وحده يبريكو ليها، يبلاسي يمونتي لو شوفاج ديالو، الوغ كان نورمالمون يعيطوا لواحد تاع الاختصاص. كابوس الاختناقات بالغاز يتجدد كل فصل شتاء ليبقى التهاون وغياب ثقافة الاستهلاك لأجهزة التدفئة وتسخين المياه التي عادة ما تشتغل بمواد غازية وأخرى كهربائية غير مولين أهمية لكيفية استعمالها ولا حتى طريقة تركيبها. إذن الحيطة والحذر. أرجع الأمين العام للنقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني والحبوب رابح حرنان ارتفاع أسعار مختلف أنواع الحبوب الجافة إلى ضعف الإنتاج خصوصا مع نقص تساقط الأمطار. التفاصيل في ميكروفون سمية سماش وليليا داود. كي يكون الإنتاج قوي الأسعار ما نستوردوش، والدليل على هذا عندنا حوالي 3 سنوات احنا في الانخفاض، ولكن السنه الله غالب هذه قضيه ربي سبحانه، كان جهات اللي ما كان فيها جفاف وما قدرتش باش نغطيو وما نقدروش نغطيو، لا بدنا نستوردوا، وهذا الفلاح بذل مجهود، الدوله بذلت مجهود، ما زلنا ما وصلناش، رغم فيه تحسن كبير ولكن ما زلنا ما وصلناش باش نقدر نديروا الاكتفاء الذاتي. وفي سياق ذاته قال الأمين العام للنقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني والحبوب أنه من بين أسباب أهم المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع هو نقص وسائل نقل الحبوب، ما استلزم استئجار شاحنات الخواص لتمويل السوق بهذه المنتوجات. المجلس نتاع الوحدات خذا قرار باش يدعم الحاضرة الوطنية للنقل، وهذا شيء إيجابي لأن الشاحنات اللي كاملة كانت قديمة ما تقدرش، لو ما نستعينش بالخواص ما نقدرش أن نمون المطاحن ونمون الشعب الجزائري يعد تاريخ نهاية الصلاحية في المواد الغذائية دليلا قاطعا على جودة المنتجات وإحدى أقول الشروط الأساسية لضمان سلامة الأغذية، في حين يجهل الكثير أنه يمكن تناول بعض الأغذية بعد نهاية تاريخ صلاحيتها مثل البقوليات ومواد أخرى بشرط أن تخزن بطريقة سليمة. تفاصيل أكثر في تقرير محمد شوقي علاك. سلامة الأغذية والمشروبات تعد أحد المتطلبات الأساسية والضرورية لضمان صحة المستهلك الجزائري، ومن أجل تأمين هذه السلامة يجب التأكد من فترة صلاحية المادة الغذائية. Avant d'acheter un produit, premièrement, il faut que je voie la date,
تاع لو برودوي. لازم ياخذوها بعين الاعتبار، كيما يعرف ياكل ويشرب يجوع ويشرب ويروح ياكل، لازم يعرف هذه القاعده. سورتو كيما لي برودوي ليتي هذوك الانسان يحذر دي فوا يشوف باسكو سي سون توكسيك كي ديباسي لا دات، مي ابار لي برودوي ليتي جينيرالمون لي كونسير نو. تختلف فترة صلاحية المنتجات حسب تركيبها الكيميائي وخواصها الفيزيائية، فهناك منتجات يمكن استهلاكها حتى بعد تاريخ نهاية صلاحيتها إذا خزنت بشكل جيد، على عكس منتجات أخرى والتي لا يجب التلاعب بفترة صلاحيتها. كل المواد الغذائية عندها مدة صلاحية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بمواد مميزة، يعني وين تكون فيها الماء أكثر وين مدة صلاحية تاعها تنقص. هنالك أمر مهم جدا أنه على المستهلك أن يطلع على مدة صلاحية كل منتوج، بالتالي لا يجب تعدي تلك المدة، يعني إذا ما تعدينا تلك المدة لابد تكون فيها على الأقل بعض التحاليل المخبرية لي تبين يعني نزيدوا لها في الاستهلاك تاعها، ولكن ما دون ذلك من هذه المواد فيجب الاكتفاء بما هو مكتوب على الوسم. تمديد فترة صلاحيات المنتجات القابلة للاستهلاك بعد نهاية تاريخ صلاحيتها وسيلة لمحاربة التبذير، لكن يبقى الحذر قائما حول شروط تخزينها لاجتناب الإصابة بالتسمم الغذائي. تنفيذا لتعليمات الفريق قايد صالح النائب وزير الدفاع، قامت وزارة الجيش الوطني الشعبي بغردايا تحت إشراف قائد الناحية العسكرية الرابعة عبد الرزاق شريف بتنفيذ حملة تشجير فريدة من نوعها بمنطقة النميرات بغردايا، شارك فيها عدد كبير من الفعاليات المدنية والأمنية من شرطة ودرك، بالإضافة إلى أعيان مدينة غردايا وشباب وتلاميذ المدارس، تم خلالها غرس آلاف الشجيرات عاصم بخاري، بعث بالتالي. وراهي الأمور إن شاء الله في تحسن، وهذه المناسبة إن شاء الله رايح تعطي دفع جديد وترفع من المعنويات نتاع المواطنين والسلطات المحلية، على رأسهم السيد الوالي اللي لا شك رايحين يبذلوا قصارى جهدهم لكي يقضوا على هذه المظاهر السلبية اللي تعطل التنمية وتعطل تقدم نتاع المجتمع وتعطل الأمور بزاف اللي تفيد المواطن، وهذه الأوضاع هذه راهي تضر أكثر من اللي تنفع. جينا نديروا حملة تسجيل باش نزرعوا الأشجار ونقضي على التساحر ونصنع فضاءات خضراء. اليوم جينا باش نزرعوا الأشجار مع الدرك الوطني والجيش الوطني والشرطة القضائية، أولا باش نديروا مناظر خلابة بمدينة غردايا، ثانيا باش نزرعوا الثقافة الإسلامية، ثالثا باش يبان ميدان غردايا نظيفا. المشي هو رياضة ووسيلة فريدة تسمح لك بقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والأحباء، وكذا الاستمتاع في نفس الوقت بمناظر وأماكن تريح العقل من ضغوطات العمل. محمد شوقي علاك تنقل مع ممارسي هذه الرياضة إلى أعالي الشريعة وعاد لنا بالتالي. يستيقظ رواد رياضة المشي لمسافات طويلة أو لغوندونور في الصباح الباكر، حيث يكون الاستعداد لخوض مغامرة في أعالي جبال الشريعة الخلابة، قادمين من مختلف ولايات الوطن، والغاية هي الاستمتاع والاستكشاف رفقة عائلتهم. روندونور روندونوز نسدارهم كاينين شريعة صلف رحضة مقران لا يمكن يكشبح مليح إوا كنا يتم مشوارنا الديفلوبمون التوريزم إي لو سبور دو مونتان أترافير لالجيري. تلقينا دعوة من نادي الشريعة للتزحلق الرياضة الجبلية ولبينا الدعوة، وحقيقة كما الأمر كنا نشوفه في التلفزيون الشريعة نسمعوا عليها على الطابعة تاعها، وهذه فرصة. سكي إت أغريابل سي كون ا دي زوندوا ميرفيو كوم الشريعة أونتر أوتر parmi tant d'autres régions qui sont agréables. C'est un sport, c'est un loisir. On fait des connaissances avec les gens. C'est un tout. منابع لمياه عذبة، مناظر طبيعية أكثر من رائعة على ارتفاع
1450 مترا كانت هدية للمغامرين طوال 33 كيلومتر، إضافة إلى كونها وقاية من عدة أمراض مزمنة. C'est un système métabolique qui est bien régulé. Tous les diabètes, le cholestérol, on brûle les lipides, on brûle toujours bien sûr le sucre en excès. La randonnée, أو المشي على الأقدام, رياضة غير مكلفة, تحتاج فقط إلى وسائل جد بسيطة, إرادة قوية وانفتاح ثقافي لتنعم بسحر الطبيعة وقوة البدن التي لا تقدر بثمن. بهذا نصل إلى ختام الحصاد. إلى اللقاء.